أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو وقت القيلولة؟ هذا بحسب الأحوال. كانت القيلولة في الزمان الأول قبل الظهر، كانت قبل الظهر وقت الهجير، ولكن الناس لما اشتغلوا صاروا يشتغلون ويداومون ويتاجرون، صارت القيلولة بعد الظهر، أو حتى ولو بعد العصر، حتى ولو بعد العصر إذا لم تتمكن تنام ولو بعد العصر لتستعين بذلك على قيام الليل. نعم.